خفت مني يا خالد؟ صرت أخوفك هسع؟ أنا خاف منك يا معزان، حدا بيخاف من حالك؟ أنت بعقلي وبقلبي، وين ما رحت وين ما وجهت أنت سر سعادتي ووجودي بهالكون. اشتقت لك يا خالد. يا الله يا هدى قديش اشتقت لك، أنت اللي عطيتيني الفرح والطموح، أنت اللي عطيتيني التوازن بهالدنيا، أنت اللي سويتيني أب. بس يا خسارة يا خسارة يا هدى. تسلم لي يا بعد عمري، بس أنا زعلانة منك. ليش تركت الحقوق يا أبو عزام؟ حقوق مين وحقوق شو يا هدى؟ شو فايدة الحقوق وشهادات الدنيا كلها من غيرك انت والولاد؟ لو تعرف شلون عقلي وقلبي بعين من غيركم، لو تعرفي يا هدى. كنت تحب الأرض دائما، رجعتها يا أبو عزام؟ رجعتها يا هدى. الأرض بعدها على حالها، طرية وريحتها مسك وبخور، بس ريحتك ما عادت فيها يا هدى، ولا ريحة الأولاد. شو فايدة الأرض من غيرك من غير الأولاد؟ هدى هدى هاي عزام اللي بساعد امه. هاي ام عزام خلصتي؟ خلصت. ما شاء الله عليك، ما بدي اوصيك على حالك وعلى الاولاد. ولا يهمك، انا ما بدي توصاية. كفو اخت رجال. يا الله، كل هالسنين مرقت من غير ما نحس، وبالاخير قاعدة. بدنا نسوي يا ام عزام؟ ايام السرور قصار، بدنا نرجع على الارض، بدي ارجع الارض لو اخر يوم بعمري. وبدك تكمل حقوق وتصير محامي ان شاء الله يا رب، من ثمش لباب السماء. يلا كفوا ضب مشان تتوكلوا على الله. هات هات يلا. ليش ما بدك تروح معنا؟ لا يا حبيبتي، انا بدي اضل هون اسلم اوراقي، انتوا روحوا ضبطوا البيت ونظفوا، ركز الامور وركز الاولاد، وانا بلحقكم ان شاء الله. ان شاء الله. Thank you.
أول بالك شو عاملين؟ حرك يا جد سلاح، يلا اطلع على السيارة يلا. هلا ابو يوسف، تفضل تعال جاي. يا ابو عزام. خير يا ابو يوسف، شو في؟ ابن عمك هشام قتل واهلي من السباسنة. دبر حالك وخذ حذرك واحسن لك تهرب. لا تقول يا رجل، شو هالكلام؟ يلي سمعته يا ابو عزام، دبر حالك، القرية اشتعلت. الله اكبر. الله أكبر، يا رب دخيلك على هالمصايب من أنت تيجي. المطلوب هسه عنا اشترك بالنار اللي راح تحرق كل إشي، راح تحرق البلد والناس واللي فيها. لا لا، وإذا ما اشتركت أهل القتيل راح يشاركوني غصبا عني. إذا جادلتهم قلت لهم أنا ما دخلني، لا هسه ما لها أي دواء. الله أكبر، معقول اللي عم بصير؟ يا رب ثبت العقل والدين يا رب. ما بيرجعنا على البلد إلا الموت. صار لنا ليل والنهار دايرين، شو بدنا نسوي أكثر من هيك؟ يا أخي بدك ترجع، أرجع ارجع وخلصنا. اللي بيعرف ناسه ما بيحكي هيك حكي. يا شباب لازم نربط له على كل الطرقات والمفارق. يلا امشوا لشوف. هذا يا سيدي اول ما تعاملنا مع الصبارة جروحتنا وقدمت لنا ايدينا، بعدين تعلمنا كيف نتعامل معها، ما عاد اثر الشوك بجلدنا. وانت بدك تتعامل مع الحياة على هالطريقة هي. صادق صادق يا عمي ابو سامي، يلا بالاذن. مصر؟ لازم انزل، الامان بالله، بس انا بهالمنطقه مو امن على نفسي. وين بدك تروح يا ابني؟ لوين؟ بدي انزل على الشام. الشام مدينه كبيره، بضيع بعجقتها وبلاقي لي شي شغله اشتغلها فيها. طيب خليني احط لك زواده قبل ما تمشي. الله يخليك تسلمي. وين احنا بالبريه؟ الخير واجد بالطريق ان شاء الله. لروح استكشف لك الطريق. يا الله عمو خليك عنا. تسلم لي يا عمو، شكرا. إن شاء الله نشوفكم بخير دائما. يعني ما حبيتنا؟ بالعكس عمو، ليش هيك عم تقول؟ تعال عمو. والله ما أنا عارفان شلون بدي أشكركم عن جد. لا شكر على واجب، انتبه لحالك والله يحميك ويسلمك من كل شر. الطريق آمن بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك، كتر خيركم. الله يخليك. مع السلامة مهوني. مع السلامة.